بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله أنا جاي أحل كام مشكلة كده في أبلكيشن كريم. كباتن كريم كلهم بيقابلوا نفس المشكلة وبعتولي كتير على التليجرام وعلى اليوتيوب وفي التعليقات وفي كل حتة. ايه المشكلة الكبيرة أو ايه كام مشكلة اللي هي في كريم؟ كريم لما تبعت الاوردر بتبعت الاوردر للكابتن اللي شغال، يعني مثلا انا شغال في كريم وخدت كام رحله النهارده بيجي لي رحلات، انت شغال في كريم وما قبلتش كذا رحله ورا بعض بيوقفوك شويه، حتى لو انت قريب من الاوردر وانا بعيد عن الاوردر يجي لي انا وما يجيلكش انت. ليه؟ اللي شغال اكتر ماشيين بنظام اللي شغال اكتر غير اوبر. اوبر بتبعت الاوردر ايا كان بقى شغال مش شغال بتبعته لاقرب حد موجود جنب الاوردر. ده النظام بتاع كريم، ده الرخامه بتاعت كريم. فالكباتن عشان خاطر يجي له رحلات بيضطر يقبل، وان هو يقبل كل الرحلات ده بتجي له رحلات في حتت هو مش عاوزها، حته هو مش عاوز يروحها، او حته متبهدله شويه بيضغط على نفسه مره يستحمل مره عشان برضك ايه ما يقرفوهوش ويجيبوا له رحلات. ايه الحاجه الثانيه اللي بيقبل عشانها؟ نسبه القبول. نسبه القبول في كريم حاجه مهمه جدا جدا جدا، بحيث ان انت لو القبول نسبه القبول عندك في كريم نزلت لاقل من 30% يبعتوا لك انذار، نزلت تاني يروح قايل لك ايه انت واخد بلوك مؤقت، بعد كده بلوك في بلوك، بعد كده يقول لك انت بلوك نهائي. يعني كذا حد خد بلوك نهائي في كريم بسبب موضوع نسبه القبول. والتقييم برضك بس لو نزل قوي التقييم نزل اقل من 4، بس القبول هي اللي بيواجهها كل الكباتن كل اسبوع. يعني يقول لك انا مش عارف اشتغل في كريم، انت عملت عدد رحلات البونص وما تاخدهوش بسبب ايه؟ بسبب نسبه القبول. فالموضوع ده بيقلق كباتن كتير وبيقرف كباتن كتير. فايه الحل للموضوع ده كله؟ الحل في الابلكيشن ده. الابلكيشن ده اللي هو الجدار الناري، ابلكيشن جامد جدا، بس هو المشكله التكايه اللي فيه ان انت لازم تستخدمه صح. هي الفكره اللي فيه او اللعبه اللي فيه ان عاوز سرعه، عشان مشكله اوردر كريم ان هو بيجي في 10 ثواني بالظبط، فال10 ثواني دول يعتبروا قليلين مش زي اوبر. اوبر متهيألي بيقعد حوالي 15 20 ثانيه فبيبقى عندك وقت، لكن كريم ممكن 10 8 ثواني ما بتلحقش، يعني ما بتلحق يا دوبك تلقطه كده على السريع. فهي القصه كلها عشان تقدر تفوت الاوردر، يعني انت دلوقتي بتفوت الاوردر عشان خاطر ايه؟ ما نسبه القبول عندك ما تقلش، يعني نسبه القبول ما يبقاش قليله، يبقى ممكن لو عاوز تخلي نسبه القبول بتاعتك في كريم 100% هنخليها ان شاء الله 100%، وما تقبلش غير الرحلات اللي انت عاوزها بس. فهي القصه دي في كده، عشان احنا وناس تقول لي طب ممكن انت اللي انت بتعمله ده غلط عشان خاطر مش عارف الكباتن. لا، احنا بنعمل الكلام ده عشان شركه كريم مش مهتميه بالموضوع ده، فاحنا بقى بنحلها من عندنا. يعني احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا بنحاول نظبط نسبه القبول بتاعتنا ونظبط الاوردرات اللي احنا عاوزينها ونشتغل براحتنا عشان الشركه مش عاوزه تعمل الموضوع ده بالنسبه للكباتن. يعني ايه المشكله لما الشركه ما تديش اوردر غير لو حد قريب من الاوردر؟ ايه المشكله لما الشركه نسبه القبول ما يبقاش فيها مشكله زي شركات كتير زي ان درايفر زي اوبر ما بتبقاش نسبه القبول يعني فيها مشكله قوي؟ ايه المشكله لما اخد البونص بدون نسبه قبول بدون اي حاجه زي شركه اوبر نفس الكلام زي شركه ديدي؟ فهي دي الرخامه اللي في كريم. فاحنا بنحاول نتغلب على الرخامه بتاعتها دي باي حل من الحلول الجانبيه. احنا مش بنسرق حاجه من حد او بنعمل حاجه غلط، احنا بنحاول يعني نتخطى المرحله دي. زي ما هم مش عاوزين يعدلوها احنا بنحاول نعدلها من عندنا. فيلا بقى نشوف ازاي هنفوت الاوردر من غير ما يتحسب، يعني من غير ما نسبه القبول بتاعتنا تنزل. يلا بقى نشوف الفيديو ده من خلال ابلكيشن كريم، وهوريكم ازاي عن طريق تليفوني بعمل الكلام ده. في البدايه كده قبل اي حاجه ما بخليش كريم على سطح المكتب، يعني ما بخليش كريم ابلكيشن كريم على سطح التليفون، يعني بخلي ايه؟ بشغل مثلا كريم وبشغل ان درايفر وبشغل اوبر، تمام؟ او مثلا في ناس شغاله في كريم وان درايفر بس، فانا ما بخليش كريم على وش التليفون، بخلي كريم في الظهر. ايه السبب ان انا بخلي كريم في الظهر؟ شايفين الاوردر لما بيجي بيديني ايقونه صغيره، كريم بيديك لديك حجز جديد انقل للقبول، لو دوست كده هيتقبل. باقي 9 ثواني بيقلل لك في ثواني، يعني هو 10 ثواني بيفضل يقول لك 9 8 الكلام ده كله. فانا عشان كده عشان دي تيجي لي الفكره كلها او الثغره كلها فين؟ ان اوردر كريم يجي لي على وش كده، على وش التليفون من فوق، يعني انا فاتح ان درايفر اهو، ان درايفر انا فاتحه كده وكريم جاي لي فين؟ جاي لي فوق، اوردر كريم جاي لي فوق. فانا القصه كلها ما بخليش كريم على وش التليفون عشان خاطر يجي لي ايقونه صغيره، الاوردر يجي لي ايقونه صغيره فوق كده. دي اول حاجه لازم نعملها او اول حاجه لازم تكون في دماغنا
عشان نقدر نشغل الابلكيشن اللي هو اللي بتاع الجدار الناري. انا عملت كل الكلام ده ازاي بقى؟ بيجي لي الاوردر، بصوا كده الاوردر ده، ادي اوردر جالي في كريم، بخش بسرعه افتح الجدار الناري حطه على سطح المكتب، ادوس بدء، بعد ما ادوس بدء ادوس على الايقونه اللي فوق، شايفين الايقونه اللي انا معلم عليها دي اللي هي بتاعت كريم دي، بدوس عليها الاوردر اتقبل، بس لازم افتح الجدار الناري اعمل له قبول الاول. تمام، عملت قبول، الاوردر يقعد يلف يلف يلف. فخلي بالكوا هو ترتيب حاجات، لازم اول حاجه تخلي كريم مش على سطح التليفون، بعد كده تخلي ان درايفر، تخلي اوبر، تخلي اي حاجه، بعد كده اول ما يجي الاوردر يجي لك الايقونه بتاعت كريم اللي وريتها لكم فوق، بتدوس على الجدار الناري تفتحه، تلاقي كلمه قبول وايقاف، بس القبول هتلاقيها خضراء، تدوس على القبول كده انت ايه فتحت الابلكيشن. هو مشكلته بيعمل ايه؟ بيضعف النت شويه، ما بيقفلش النت. وبعد كده تروح دايس على ايه؟ دايس على الايقونه بتاعت كريم فوق دي، الاوردر بيتقبل اوتوماتيك. بعد كده بقى بيقعد يلف يلف يلف، بعد كده يقول لك ايه؟ الحجز غير معين، كابتن اخر قبل هذا الحجز، بتدوس موافق، كده خلاص الرحله راحت. بس في تكايه بردك تاني بعد ما تعمل القصه دي، يعني ركزوا في اللي انا قلته ده كله، بعد ما بتعمل العمليه دي كلها بتعمل ايه يا باشا؟ بتستنى، يعني هي انت بترجع لتقديرك انت، لو انت في منطقه وفيها اوردرات دايركت على طول على بعض، اصبر 30 ثانيه ولا حاجه بعد ما تدوس موافق، يعني اللي هو الموافق اللي جت في الاخر دي اللي هو بيقول لك كابتن اخر اخذ الرحله. لو انت في منطقه ما فيهاش عربيات وما فيهاش غيرك او العربيات اللي فيها قليله، تصبر دقيقة. ليه؟ عشان ممكن بعد ما تعمل القصة اللي احنا عملناها دي كلها ورحت فاتح الابليكيشن بسرعة او قافل الابليكيشن بتاع زي ما كده زي ما وريتكم كده، تروح راجع تاني قافل الابليكيشن بتاع الجدار الناري تعمل له ايقاف، وطالما عملت له ايقاف النت يرجع سليم ومفيش اي مشكلة. فما تعملش الحركة دي بسرعة، يعني لازم بعد ما تعمل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله تستنى شوية، ما توقفش الجدار الناري، ما تعملش ايقاف في الجدار الناري زي كده، ما تعملش، ما تدوس ايقاف الا لما تستنى 30 ثانية، من 30 ثانية لدقيقة، لغاية ما يكون حد خد الرحلة، عشان خاطر في حاجة في كريم، في بردك ثغرة صغيرة، لو انت رجعت بسرعة ووقفت الجدار الناري وكابتن تاني الكابتن اللي راحت له الرحلة ما قبلهاش او لغاها، بترد عندك بس ترد مقبولة. فهمت القصة فيها ايه؟ الموضوع ده لازم الناس تأكد عليه قوي، عشان الرحلة ممكن تلاقيها مرة واحدة اتقلبت في تليفونك، بقت موجودة في تليفونك وانت مش عاوزها. حاجة أخيرة بعد ما عملنا ده كله، ان انت عندك نسبة القبول عمرها ما هتنزل أبدا، تمام، والدنيا تبقى معاك زي الفل. المشكلة فين بقى؟ ان هو عاوز تعود عشان تقدر تعمل الكلام ده. طب افرض دلوقتي واحد قال لي، طب انا دلوقتي الرحلة شفتها واقفة فين ورايحة فين وهي مش بعيدة، وانا عاوز الرحلة دي والمكان اللي رايحة الرحلة ده كويس بالنسبة لي، اعمل ايه؟ تروح راجع بسرعة بسرعة اول ما تقبل الرحلة وانت مشغل الجدار الناري، ترجع بسرعة تقفل الجدار الناري بسرعة، تمام، تلاقي الرحلة نزلت عندك وخدتها خلاص. يعني الكلام اللي انا بحكي فيه ده كله ما بتعملهوش غير لو في رحلة انت مش عاوزها، تمام، دي حاجة. طب انا عاوز الرحلة دي او الرحلة اللي انا شغلت فيها الجدار الناري دي، عاوز الرحلة دي، اعمل ايه؟ اروح راجع بسرعة تاني اقفل الجدار الناري، ارجع اقفل الجدار الناري اعمل له ايقاف، النت هيرجع بقوته الكامله، تمام، هيروح الرحله نازله عندي وقبلتها وزي الفل ومفيش اي مشكله. يا ريت الناس تركز في الكلام اللي انا بقوله ده بالتفصيل، عشان في ممكن بعد ده كله واحد يروح كاتب لي في الكومنتات يقول لي طب اعمل ايه، طب ازاي، طب فين، طب مين، انا هقول له مش هرد عليه. يعني القصه كلها فين؟ لازم اللي انا قلته ده تكتبه او تحفظه بالتسلسل، وتشوف الفيديو ده مره واثنين وثلاثه. اللعبه كلها فين في الموضوع ده كله؟ السرعه. لو انت عملت كل اللي انا بتكلم فيه ده بسرعه، انت خلاص حفظت الموضوع، ومره على مره هيبقى سهل. ممكن في الاول هتغلط، هتقبل الاوردر، بعد كده تشغل البرنامج هتلاقي الاوردر اتقبل عندك والبرنامج ملوش لازمه. هي القصة دي معمولة ليه؟ كريم زمان أول ما اشتغلنا في كريم من قيمة 4 سنين كان في حاجة زي كده، إن أنت تروح قافل النت وتروح قابل الأوردر اللي أنت مش عاوزه أو اللي بعيد عنك عشان ما ينزلكش النت، بيقول عشان كان في بونص كنا بناخد البونص. فدلوقتي الموضوع اختلف، كريم قفلت الموضوع ده، بقى لو النت فصل يروح إيه؟ يروح الأوردر ما يجيش عندك خالص أو ما ينفعش تقبل الأوردر. لكن البرنامج بتاع الجدار الناري ده مشكلته ايه؟ او هو بيعمل ايه؟ بيشتغل على ايه؟ هو بيضعف النت سنه بحيث ان انت الاوردر تقبله وما تقبلوش في نفس الوقت، بيخليه يهنج كده لغايه ما يقول لك ايه الرحله خدها حد تاني. بس فهي دي القصه. اهم حاجه بقى ركزوا في اللي انا بقول عليه ده، وما تنسوش اللايك
ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ولو عاوز تكون معانا في الأسرة بتاعتنا بتاعت الكباتن المحترمين اشترك في جروب التليجرام الجديد، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. واي حد عنده اي حاجة يبعتلي في الكومنتات وبإذن الله هنعملها.